ريم حبيبتي تقول لما أقرر قرارات وأكون في أشد حماسي ونشاطي وأملي بنص الوقت أتوقف وما أكمل، إيش السبب يا دكتورة؟ ريم حبيبتي لأنه الحماسة الشديدة والتفاعل القوي مع القرار هو جزء من فوضى المشاعر، ذلك القرار الجيد هو يتخذ وسط أجواء مشاعرية جيدة. الحماس ليس شعور جيد للونج تيرم، للفترات الطويلة. يعني أقدر أتحمس مثلا في إنستغرام لايف، it's good، okay، ممتاز، تحمس ساعة حماس 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 بعدين خلاص، بس ما أقدر مثلا موضوع أني مثلا ألف كورسات يكون موضوع حماس، ما أقدر، لازم موضوع يأخذ بشعور أهدأ من الحماس، ما أقدر، لأنه ما يوصل. الحماس يوصلك ساعة بس ما يوصلك سنوات، الحماس ما يشيلك سنوات، فلازم أنك أنت تهدأ عن الحماس وتأخذ شعور إيجابي آخر يوصلك. فلما تكوني متحمسة هدي شوي عشان تتأكدي من قرارك.